مرحبا بك في توتوريال لتعلم برنامج الساب. برنامج الساب هو اختصار لـ Structure Analysis Program، هو برنامج تحليل وتصميم إنشائي. البرنامج من إنتاج شركة CSI، وهي شركة مختصة في إنتاج برامج التحليل والتصميم الإنشائي. طبعا عندها مجموعة من المنتجات، ولكن من أشهرها اللي هي برنامج الـ ETABS والساب والسيف. برنامج الساب يتعامل مع الأعمال يعني الميكانيكية الشائعة، والإيتابز يتعامل مع البروجكت أو المشاريع الإنشائية اللي تكون ضخمة كناطحات السحاب، ويعني ويتعامل مع الزلازل. والسيف أيضا يكون متعامل مع السلاب البلاطات. أوكي، بالنسبة إلى عمل أي برنامج إنشائي يكون على هذا التسلسل، اللي هو عملية الموديلينج، بعد ذلك الأناليسز والديسبلاي والديزاين. اللي يترتب عليك او الشغل الاساسي اللي انت راح تعمله داخل البرنامج، كيف انه تعمل موديلينج، انه كيف تبدي بعملية تعريف الماتيريالز اللي موجودة، تعريف القطاعات كلها، تبدي برسم الموديل الموجود، تسليط اللود والسبورت اللي موجود عندك داخل الموديل. فعملية الموديلينج هي اللي راح تستغرق اكثر الوقت عندك عند العمل داخل هذه البرامج. اما بالنسبة لعملية الاناليسز والديزبلاي والديزاين، فالبرنامج هو اللي راح يقوم بهن. فخلينا نبتدي مع برنامج الساب. برنامج الساب راح تكون خطوات العمل لعمل يعني اي موديل او الحل اي سؤال يكون كالاتي، انه تبدا يعني تنطلق الى فايل، وبعد ذلك يعني تذهب الى فايل، بعدها الى ديفاين. هذه كلها عباره عن قوائم راح تلاحظها اثناء التطبيق العملي. فالان اريدك انه تاخذ ايش فكره نظريه او فكره عامه، او يمكن انه تاخذ صوره لهذا الشكل، وبعد ذلك تطبق. يعني تلاحظ انه اني في عمليه التطبيق العملي يعني بالتسلسل يكون بهذا الشكل: اذهب الى فايل، الى قائمه ديفاين، الى درو اساين اناليسيس ديسبلاي. اذهب الى فايل، ابدي يعني اعمل نيو موديل، اعرف الوحدات، اعرف الجريد، ابدي انه اشتغل داخل الديفاين، اعرف الماتيريال السكشن اللود، ارسم، اعمل اساين بالنسبه للسبورت، بالنسبه لللود يعني اضع اللود، واعمل اناليسيس وديسبلاي. فهنا راح نفتح البرنامج و نعمل هذه الخطوات بالتسلسل، وراح نحل يعني simple support beam. نفتح برنامج الساب، وراح نستخدم بهذه يعني بهذا التوتوريال فيرجن 19، اخر فيرجن هي 20، الان احنا في 19. بعد ما تفتح البرنامج راح تكون واجهة المستخدم بهذا الشكل. لاحظ هذه عندك اللي يشير لك على اساس ان هي ويندو 1، وهذه هي مساحة العمل اللي انت تبدي يعني تصميم النموذج فيها. عندك هذا شريط أدوات عمودي اللي هو شريط رسم، وهذا عندك شريط أدوات أفقي مساعد عندك. أوكي، تلاحظ إنه كل شيء غير مفعل، القوائم غير مفعلة في البرنامج. أوكي، وعندك هنا الوحدات. فمبدئياً الآن نعمل نيو موديل، نضغط على فايل وبعد ذلك نيو موديل، أو إنه يمكن إنه تضغط على كترال زائداً حرف N. بعد ما تفتح نيو موديل راح تكون عندك بهذا الشكل. لاحظ ان انا عندك نيو موديل انتلايزيشن، فعندك خيارين: اما انه تعمل انتلايزيشن موديل فروم ذا ديفولت وذ ذا يونت، اي انه تعمل موديل جديد، او انه تفتح موديل اكزيتنج فايل اذا كان عندك ملف محفوظ سابقا وتفتحه بالبرنامج. عندك هنا الوحدات، والوحدات تشتغل فورس ديستنس تمبرتشر، فيمكن انه تختار الوحدات بالنسبة للبروجكت أو الموديل الموجود عندك وتبدي تشتغل. عندك هنا موديفاي شو انفورميشن، عندك معلومات أخرى عن البروجكت يمكن أنه تدخلها كاسم الكومباني والكلاينت والبروجكت نيم، بروجكت نمبر إلى آخره. عندك هذه مجموعة من التامبلت، يقول لك هنا سيلكت ذا تامبلت، فهذه هي مجموعة من التامبلت. وعندك يعني ابتداء بالبلانك اللي هو يعتبر تامبلت فارغ إلى الجريد أونلي، يعني يحتوي فقط على الجريد، ثم بعد ذلك البيم 2D تراس 3D تراس، وعندنا هنا مجسمات اخرى. فاحنا مبدئيا حتى نبتدي، طبعا هذه التامبلت تسهل عليك وتختصر عليك خطوات الحل يعني. فاحنا مبدئيا راح نبتدي في بلانك دوكيومنت. راح تفتح عندك نافذتين في الورك سبيس، يعني هنا في 3D فيو، فتغلق اي واحده منها، وباعتبارنا احنا ما نحتوي على اي جريد، اضغط كليك يمين باي مساحه داخل الورك سبيس، ونذهب الى edit grid data، اضغط عليها، وبعد ذلك الى modify show system.
تلاحظ انه هو عندك الـ يعني الديفاين جريد سيستم راح يكون عندك بهذا الشكل. انا مبدئيا ما راح يحتوي على اي داتا وما راح يكون مفعل. طبعا اكس جريد داتا هي الداتا اللي انت راح تخليها داخل الاكس، الواي جريد داتا المعلومات الجريد اللي انت راح تخليها داخل الواي، وهكذا داخل الزد. فلو كان عندك موديل ثنائي البعد فانت راح تشتغل ايش؟ راح تشتغل على 2D، يعني راح تشتغل على الاكس والزد، وبالتالي الواي جريد داتا ما راح تحتاجها. اذا كان عندك موديل ثلاثي الابعاد فانت راح تشتغل على الاكس والواي والزد، وبالتالي راح تحتاجهم كلهم. اذا كان عندك سمبل سبورت بيم فهو 2D ولكن لا يحتوي على زد. اذا كان عندك تراس فهنا راح يحتوي على زد. مبدئيا انه تلاحظ هنا عندك اد ديليت، يعني تضيف داتا معينه، ونفس الشيء يطبق على جميع الجريدات. اوكي، فعندك في الجريد لاين نضغط على كوك ستارت ونخليها الديفولت مثل ما هي موجوده. تلاحظ الان في الديسبلاي جريد از هو يشتغل اوردينيتس ويشتغل سبيسنج. اوكي، السبيسنج هي اسهل من الاوردينيت، فنحول على السبيسنج لان احنا راح نشتغل في مسافات، نعطي مسافات للحل. قلنا انه هذه الداتا هي تعتبر يعني في الاكس جريد داتا، في الواي جريد داتا. الان هو يشتغل لك موديل ثلاثي الابعاد، فاحنا ما نحتاج طبعا الواي جريد داتا، فنعمل لها ديليت، وطبعا لابد انه تكون بصفر مبدئيا. اما بالنسبه للزت جريد داتا، حاليا احنا نريد نحلل سمبل سبورت بين، فاذا ما نحتاجها فنعملها بزيرو ايضا. اوكي، بالنسبة الى الاكس راح يكون عندنا سمبل سبورت بيم يتكون من عندنا 6 ب 6، يعني الاسبان مالته راح يكون عبارة عن 12 متر. فالان لاحظ انه انا عندي جريد اي دي وسبيسنج مسافة. فالجريد اي دي هو اسم الاي دي، يمكن انه تسميه باي شيء. حاليا هو ياخذ على الاحرف الانجليزية اي بي سي، فتخليه مثل ما هو موجود. وبالنسبة للسبيسنج حسب السؤال اللي موجود عندك. الان اضغط على اوكي. اوكي، مرة اخرى راح يعني يظهر لك بهذا الشكل. نذهب الى النافيجيشن اللي هو يكون يعني افقي، وبعد ذلك على الفيو تختار هنا سيت اكس زد، احنا نشتغل في الاكس زد، فراح يحول لك على هذا الشكل. طبعا هذه هي الداتا اللي احنا عرفناها هنا، هذه البوينت جريد، هاي المسافة هي 6. اوكي، وهذه المسافة هي 6، وهذا عندك 1A 1B 1C، عندك اللي هو الاي بي سي الاي دي. اوكي، بعد ما عرفنا الجريد فيو الان نتجه على الديفاين. من خلال الديفاين نذهب الى الماتيريالز، وبعد ذلك على طبعا طبيعيا البرنامج راح يحتوي على كونكريت وحديد ستيل. فعندك هنا في 4000 بي اس اي، اضغط عليها راح يعطيك على اساس انه هو هذا الكونكريت. اوكي، وكذلك مثلا عندك في الستيل تقدر تضغط ايضا عليها وراح يعطيك على اساس انه ستيل. طبعا الماتيريال اللي انت راح تضيفه يمكن نضيف ماتيريال منها، اد نيو ماتيريال، تختار الروجيشن الماتيريال تايب شنو اللي انت تريدها. اوكي، يعني الستاندر الخاص في اي اس تي ام، وبعد ذلك تضيفه. تلاحظ انه لو نرجع على مثلا على اوكي نرجع على الكونكريت، لاحظ هنا في الكونكريت يعطيك اسم هذه الماتيريال، يمكن انه يعني تختار اي اسم. مثلا عندك نوع هذه الماتيريال كونكريت، النوتس يمكن انه نضيف نوتس معينه. اوكي، عندك هنا خصائص، هذه كلها خصائص للماده، يعني تختلف من ماده الى اخرى. مثلا عندك الويت اند ماس اللي هو كثافه الكونكريت 23 بوينت، وعندك هنا الوحدات اللي هو على اساسها يعطيك هذه القيم. ايضا عندك مجموعه من البروبرتيز الاخرى يستخدمها ويحتاجها البرنامج بعمليه التحليل والتصميم، كل مودلز اوف الاستيكتي، نسبه بواسم كوفيشنت وغيرها. اضغط على اوكي، اضغط على اوكي. احنا راح نستخدم الحديد الستيل اللي هو موجود سابقا. نذهب الى ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشن، ونضغط على اد نيو بروبرتي. اوكي، نختار على اساس انه ستيل او كونكريت، وبعد ذلك عندك هذه كل السكشن اللي موجوده، نختار ريكتانجل. هنا راح يعطيك السير يعني السكشن نيم، اسم هذه السكشن، وعندك الكولر اللي راح يستخدم في القطاع في عمليه النمذجه. وعندك هنا ايضا نوت يمكن انه تضيف لهذه النوت. الان هذا السكشن هو اسمه اف اس اي اي، مثلا لو نسميه عباره عن سي 1 بهذا الشكل.
وعندك هنا الدايميشن، المعلومات اللي هي راح يديك اياها للسكشن، الدبث والوث. ايضا عندك الماتيريال اللي هي على اساس حديد مثلا اختاره، وعندك البروبرتي موديفاي، يعني هنا عندك هذه البروبرتي اللي هي موجودة. طبعا هذه البروبرتي تستخدمها في عملية التحليل، ولاحظ انه كلها واحد، معناها كلها راح يحسبها لك، فاذا خليتها صفر راح ما راح يحسبها البرنامج. اوكي، اذا عندك سكشن بروبرتيز اخرى اللي هي المومنت اوف انيرشيا، وهذه هي يعني يعطيك اياها البرنامج بدون اي يعني اي عملية تعديل. اوكي، نضغط على اوكي، وبالتالي احنا عرفنا سكشن باسم C1. من خلال الديفاين نذهب الى اللود باترن اللي هو حالات اللود. طبعا راح تلاحظ في عملية الديفاين لود باترن عندك هنا اسم اللود، تختار اي اسم موجود. حاليا احنا مبدئيا البرنامج يحتوي على ديد لود، ونوع هذا اللود اللي هو ديد لايف ايرثويك يعني anything. وعندك السلف ويت، السلف ويت اللي هو وزن او الوزن الناتج من البيم مثلا على سبيل المثال من السكشن، فانت اذا خليته بصفر قيمه صفر فما راح يحسب لك وزن البيم سيلف ويت. يعني اذا كنت يعني تعمل في تحليل يدوي مثلا في الستراكشر فراح تخليه بالزيرو، فما راح يحسب لك السكشن يعني البيم، مات البيم الحمل مات البيم سكشن بيم. يمكن انه تضيف لود معين خلال اد نيو لود باتن، على سبيل المثال اسم نسميه مثلا الاي الاي، والنوع مالته لايف، والقيمه مالته على سبيل المثال بواحد نريد نحسبه، وتضغط على اد نيو فاضافه اليك. اوكي، احنا مبدئيا الان ما نحتاج فنعمل ديليت اله، والديد لود ما نريده يحسب لنا السلف ويت، نجعله بزيرو، وبعد ذلك على موديفاي لود باتري، ضغط على اوكي. الان عرفنا الديفاين، الآن نرسم. اذهب إلى الدرو، راح تلاحظ في الدرو عندك مجموعة من الأدوات اللي تسمح لك برسم الفريم، ومجموعة من الأدوات اللي هي ترسم لك area مساحة، ومجموعة من الأدوات ترسم لك joint line. طبعا هذه الأمور هي نفسها يعني موجودة على الشريط اللي أنت تلاحظه هنا، الشريط على الجهة اليسرى. فإحنا بطبيعة الحال نتعامل مع فريم، فراح نختار draw frame cable. أوكي، فهنا راح يطلب منك بالبروبرتيز السكشن، احنا السكشن سميناه C1، فراح نرسمه بهذا الشكل، يعني نرسمه على البوينت حتى نخرج من الامر. ضغط على اس خروج، اوكي، مرة واحدة راح يخرج من الامر. اوكي، الان بعد ما اكملنا من الديفاين والدرو، الان نتجه الى الاساين، وبعد ذلك الى الجوينت ريستارت حتى نضع السبورت. مثلا نختار سبورت على اساس يكون هنج، يعني نختار السبورت منه، وبعد ذلك على ابلاي، ونختار ايضا هنا سبورت وليكن رولر، ونختار على ونضغط على ابلاي حتى ما يغلق لك هذه النافذه، وبعد ذلك اوكي. الان نحتاج انه نضع اللود، اللود احنا نريده لود بهذه النقطه يكون كونستريتد لود مقدار معين. تذهب الى الساين، وبعد ذلك الى جوينت لود او فريم لود. جوينت لود باعتبار احنا نتعامل مع نقطه فورس يعني جريد بوينت، واضغط على فورس، فالان عندك راح يعطيك ايش هو هذا اللود اللي انت معرفه في الديفاين. احنا معرفين فقط الديد، وعندك الفورس اذا اردت انه تضع على اساس فورس قوه يعني على الاكس او الواي او الزد، او تضع مومنت بالاكس والواي والزد. حاليا احنا بهذه النقطه نتعامل مع الزد، فراح نضعها بمقدار مثلا 10 كيلو نيوتن. اوكي، 10 للاسفل، ونضغط على ابلاي. عفوا، نضعها يعني هذه صفر القيمة، واي سالب 10، وطبعا في الزيت نختار البوينت، نضغط على ابلاي. فالان اضاف لك لود مقداره 10 بهذه النقطة. بعد ما تممنا من عملية الديفاين والاساين، لنتجه على الاناليز، وبعد ذلك على سيت اناليز اوبشن، ونختار اللي يعني الفاست دي او اف اللي احنا نشتغل عليه. اوكي، البلان، فاحنا نشتغل في الاكس زد بلان، ونضغط على اوكي، بعد ذلك على رن يعني من خلال شريط الادوات، او على انالايز، بعد ذلك على رن انالايزز او F5. مبدئيا الان احنا عندنا ايش هذا الشيء احنا عرفناه وحذفناه،
فاحنا ما نريده يطول، اوكي، فنعمل له don't run case. وهذا الموديل هو خاص في الزلازل، ايضا نعمل له don't run case. بعد ذلك على run now. الان راح يطلب من عندك السيف البرنامج يعني، اوكي، فاحنا نسيف البرنامج باسم يعني عاد اللغة العربية، وبعد ذلك على اوكي. بعد ذلك راح يعطيك الريزلت، واول ريزلت ديزبلاي يعني يعطيك اياه هو الديفورميشن. تلاحظ هنا أنا مقدار الديفورميشن راح يعطيك اياه هو يثري. نذهب الى الديزبلاي، اوكي، راح تلاحظ هنا عندك مجموعة من الامور خاصة في العرض ما قبل التحليل، وهذه هي خاصة في ما بعد التحليل. نذهب الى show force stress joint حتى نظهر الجوينت، الى ابلاي، فاعطاك هنا قيمة 5 × 5، اوكي، لان الحمل يعني يكون 10 × 5 هنا و5 بعد. بعد ذلك على display مثلا الفريم، خلينا نظهر الشير، شير فورس راح يعطيك اياه، يمكن انه تجعله full diagram او show values، نخليه show values راح يعطيك القيم، اوكي. يمكن انه اذن عندك المومنت، ما دام انه شير 2 2 فالمومنت هو عكسه يعني مومنت 3 3، فنجعله 3 3 ونضغط على apply، فراح يعطيك المومنت عبارة عن full. يمكن ان نجعله show values، اوكي، فراح يعطيك مقدار المومنت هو 30، اوكي. ويمكن انه تظهر ايضا الديفورميشن، اوكي، عن طريق الديفورميشن، فراح يعطيك مقدار الديفورميشن. يمكن انه تعمل start animation، راح يعمل لك start animation على الديفورميشن. بعد ذلك على الديزاين، واحنا هنا ما راح نتطرق لها. اذا هذا هو اللي الخطوات الاساسية اللي انت راح تمر عليها بانشاء اي يعني اي موديل داخل برنامج الساب. فقط انه كيف تعرف، على سبيل المثال تضع نوع هذه الاحمال، يمكن انه تكتب وتتعرف عليها، ولكن هذه مبادئ اساسية تطبق على اي برنامج انشائي. تقريبا اغلب البرامج الانشائية تكون بهذا الشكل، تكون عبارة عن define, draw, assign, analysis, display, design.